أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أكد أن فوز مملكة البحرين بأكبر عدد من الجوائز ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، ومن ضمنها الجائزة عن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يأتي نتاجا طبيعيا للاهتمام البالغ والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، والحرص الشخصي من قبل صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وما يبدونه من إيمان واهتمام بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن البحريني كهدف أسمى لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وأشار حميدان إلى أن هذا الإنجاز الوطني الذي حققته مملكة البحرين على عدد من الأصعدة سوف يساهم في تعزيز مكانتها على خارطة العمل التنموي الإقليمي والعربي. وأكد حميدان اعتزازه باختيار برنامج خطوة للمشروعات المنزلية كواحد من أبرز المشروعات الناجحة في مجال تنمية المجتمع، لما تميز به المشروع من مقومات لتنمية الأسرة المنتجة من المنزل، وانتقالها من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية إلى أسر منتجة ناجحة في المساهمة في عملية التنمية في المجتمع، حيث امتاز المشروع بتكامل مقوماته وتعدد الخدمات التي يقدمها، مشيرا إلى أن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية تمكن من تحقيق أهدافه، حيث ارتفع عدد الحاصلين على رخصة المنزل المنتج إلى 864 أسرة منذ بدء انطلاقته، كما وأسهمت تمويلات بنك الأسرة بتحول 47 أسرة منتجة إلى رواد أعمال أسسوا مشروعات منافسة، حيث كان من أبرز أهداف تأسيس تكوين نواة لمشروعات تجارية في المستقبل، وذلك في إطار سياسة مملكة البحرين بدعم كافة جهود تمكين الأفراد والأسر.